حياكم الله، أسعد الله بالخير أوقاتكم. تعديل قانون الأحوال الشخصية ما بين الرفض والقبول، موضوع حلقة الليلة في صالون زاغروس. يشاركني حوارها ضيوفي الأكارم، كل من الباحث والأكاديمي الشيخ الدكتور حيدر الشمري. حياكم الله، مساكم الله بالخير. حياكم الله وحيا الله ضيوفك. حياك الله. ضيفتي الكريمة الأخرى القانونية زينب جواد، حياكم الله، مساكم الله بخير زينب. الخبير القانوني الدكتور عباس العقابي، حياكم الله، مساكم الله بخير. حياكم الله، أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين. حياكم الله. السيدات أولا، ما يخالف وفقا لهذا المنطق راح أبدي من ما في مشكلة. حياك الله شيخ. نفترض هيك وبعدين راح أبدي من سيد زينب. ليدي فيرست. يعني احتدم النقاش والجدال كثيرا يعني، وأخذ أسالة من الحبر الكثير، ساعات كاملة خصصت في الفضائيات، في المدونات، في السوشيال ميديا بشكل عام، في الإعلام، على قضية تعديل قانون الأحوال الشخصية. وقد لا نأتي بجديد هذه الليلة حينما، لكن نحاول أن نضيف شيئا إلى ما يحكى به، ما نسمع عنه بشكل أو بآخر. سيد زينب، شاهدت لك بعض اللقاءات وكنت جدا يعني رافض الفكرة أساسا. خلينا نبدي بأبرز المآخذ اللي تكونت صورة كاملة عن الموضوع، المآخذ ضد هذا التعديل، أبرز المآخذ اللي عند زينب جواد كقانونية بصراحة، يعني من وجهة نظر قانونية بحت. مساء الخير عليكم طبعا، وارحب بضيوفنا واخوتنا اللي موجودين، وشكرا على الاستضافه. مبدئيا احنا ما عندنا مآخذ، احنا عندنا سلبيات طرحت مع المشاريع التي طرحت. بالبدايه طرح مشروع تعديل الماده 57 وكانت فيه سلبيات وكانت فيه عورات قانونيه، من ثم سحب هذا المشروع وطرح مشروع تعديل الماده 2 وايضا كانت فيه سلبيات وكانت فيه عورات قانونيه ظاهره. احنا المآخذ ما اريد نسميها مآخذ، وانما احنا مواقفنا عبرنا بها عن رفضنا من هذه السلبيات فقط. وهذه السلبيات من وجهة نظر القانونية، إنه هذه السلبيات إذا ما عمم وإذا ما مرر هذا القانون ستكون هنالك مشاكل بالمجتمع. من ضمنها وأول مشكلة راح يكون صدام ما بين القواعد القانونية اللي خاصة بالسادة القضاة وبالقضاء العراقي وما بين القواعد الفقهية، وهذا الشيء أنا كقانونية أنا أشوفه شيء زايد، يعني شيء ما المفروض أنه يكون موجود، أنه إحنا عندنا قاعدة فقهية وتتنازع مع قاعدة قانونية وهنا راح يبدي يتحجم دور القضاء، وهذا الشيء أيضا طيب. إحنا رفضناه، فمن هنا بدأ الرفض. صدام فقهي قانوني الشيخ حيدر، وأنا أريد أسجل هاي الملاحظة يعني خلاص إحنا مضينا بها وأنا سألتك عنها. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لضيوفك الكرام وتحيه لك استاذ احمد وتحيه لمشاهدي قناتكم الكريمه. اولا طبعا لا يمكن ان نثبت المساله يعني نتحدث بها من دون ما نخلي مقدمات. انا اعتقد دائما يا اخواني احنا مشكلتنا وين؟ مشكلتنا دائما نتحدث مباشره، خلينا نخلي مقدمات. اول مقدمه وانا اعتقد جدا ضروريه وكررتها في اكثر من قناه اخواني، احنا لا نظل نتزمت بالامور دائما وكانه هي دساتير الهيه. لا نعتقد بالدستور فقط الا بالدستور الالهي الذي لا يعدل، الذي هو كامل، الذي هو لا يطرا عليه اي تعديل. اما احكي لي احنا نحكي خلينا في السياسه او في القانون، في كل دساتير العالم حتى امتن الدساتير، والذي يعبر عنه مثلا الدستور الامريكي والذي يعبر عنه من افضل الدساتير وهو في اعلى الهرم، ذكرت لك ذيك مره دكتور عباس اللي يتعبرون عنه ويعبر عنه في القانون اللي هو في أعلى الهرم القانوني وهو الدستور. على الرغم من ذلك الدساتير خاضعة للتعديل، بل في بعض الأحيان حتى خاضعة للتبديل. هسه أنا ما أقول تبديل، أقول تعديل. الدستور الأمريكي والذي يفترض أنه أفضل دستور كتب في وضع مستقر وهادئ وكذا وعلى تجارب كثيرة، ولكن مع ذلك إلى الآن عدل قرابة 18 مرة. شنو المشكلة إذا جلسنا وشفنا عندنا مشكلة؟ الداعي لتعديله. أنت تضرب لي مثل بالدستور الأمريكي الداعي لا تعديل. هسه بعيداً عن الداعي أم المزاج اليوم؟ لا المزاج السياسي الديني. نعم. خلني أجي علينا واحدة واحدة. يعني أنا أقول هل من الممكن أن نسعى وراء هذا التعديل؟ هل هو قانوناً صحيح أم لا؟ يعدل أم لا يعدل؟ وما هو الدستور يتعدل؟ ظلت على هاي التشريعات اللي تعتبر ثانوية؟ أمريكا تعتمد السابقة القضائية.
ما تعتمد دستور، تعتمد سابقة قضائية، فأكيد القوانين عندهم رفرش طول الوقت وأبديت طول الوقت. ما لها علاقة مع ذلك، حتى وإن كانت السابقة القضائية، لكن مع ذلك يعني ما عدل عندهم دستور، هي السابقة القضائية تخلي القوانين عندهم تتعدل. لا عدلت الدساتير بقرابة 18 مرة وبتعديل وتصويت عليه بدون سابقة قضائية، يعني مو معناها القضاة هم اللي سووا فد فعل معين ثم بعد ذلك تم التعديل، لا التعديل كان دستوري. وكل الدول هسه ضربت لك مثال، وكل طيب. الدول ممكن أن يعدل فيها القانون، ومسألة طبيعية زين. يعدل تشريع، يعدل دستور، يعدل تشريع، تعدل تعليمات طبعا. اللي هي أقل منزلة بالتشريعات طيب. فإذا من الممكن أن يعدل هذا القانون الأحوال الشخصية، من الممكن أن يعدل. أنت جاي تحكي عن دستور، الدستور يفرق عن قانون الأحوال الشخصية. أنا دا أقول أنت تعدل لنا دستور أو تعدل لنا أحوال شخصية. أنا إذا تعدل لنا دستور أنا وياك. ليش هو من الأعلى؟ ليش هو من الأعلى؟ الدستور من الأعلى. عدل لنا الدستور. يعني إحنا وعيفوا الأحوال الشخصية. لا إحنا إذا شفنا منطقياً وقانونياً أن نعدل ما هو أعلى من الأدنى، الأدنى بمشكلة والأعلى ما بمشكلة؟ لا الأدنى ما بمشكلة. أقول الأدنى مشكلة في تعديله والأعلى ماكو مشكلة في تعديله؟ قانونيا شو المشكلة بيها؟ ماكو أي مشكلة، عدلونا الأعلى ومن ثم تتوارد التعديلات. أقول ما العلاقة بالتعديل، هذاك طيب. بحث آخر طيب. خلينا نحن في هاي الجزئية نضيف فكرته حتى ننتقل للدكتور عباس. أولا لا. ماكو مشكلة هذا واحد. اثنين شنو ليش ما نحتاج إلى تعديل؟ أنا أسألك سؤال وأنا كررتها وما أريد أن تكون بها يعني بها جنبة مؤاخذة إلي قانونيا. أنت تقبل وإحنا قاعدين هنا أنت تقبل زوجتك يطلق لك إياها واحد بعيد عنها غريب عنها، أنا سافرت تركت زوجتي بالبيت، زوجتي رفعت علي دعوة بالمحكمة قالت زوجي سافر وتركني بدون أي شيء، بدون ما عاف لي أي شيء، وأنا الآن أريد أطلق من عنده، اطلقت وبعدين بعد ذلك الزوجة طبعا تفرقت، حتى لا تقولون يعني هذا مو طلاق، تفرقت بالمحكمة، ثم بعد ذلك جيت أنا بعد 4 سنين 5 كان عندي ظرف، كان عندي مشكلة، كان عندي كذا، كنت مسجون بإحدى الدول، رجعت لقيت واحد لقيته بالبيت مالتي أو لقيت زوجتي رايحة ببيت ثاني، يابا وين راحت؟ قالت والله مطلقت بالمحكمة ثم بعد ذلك تزوجت. تقبلونها أنتم هذا؟ وين أكو هيجي؟ ليش هسه التفريق بالمحكمة شنو؟ وين أكو تفريق؟ التفريق هسه يا أما للهجر أيه؟ بعد ما يتبين القاضي، القاضي من يتبين من عدها وبوجود شهود أيه؟ هنا القاضي هو بصفته ولي راح يطلق. من قال ولاية؟ ولي هسه القاضي من قال ولاية؟ باسم الشعب. ما لنا علاقة باسم الشعب. باسم الشعب. هل من المعقول أن تعطى ولاية لإنسان ما له علاقة؟ شلون ما له علاقة؟ شنو علاقة؟ القاضي. شلون القاضي؟ هو قاضي الأول. هو قاضي الأول. شنو قاضي؟ العدل المأذون الشرعي الله يا. لا وحتى ذاك المأذون الشرعي ليس له الحق. من اللي من يطلق؟ لا أكو شيوخ قاعد يطلقون. تدرون من يطلق؟ ما تدرون. هذا. أكو شيوخ. أنا شعلي من الشيوخ. أنا أقول هذا يدخل ضمن تشريع. ما هذا الشيخ اللي أنت طرحتها غلط. هذا الشيخ عنده مسوغ. ليس لي الحق، أنا هسه بعمانتي ليس لي الحق أن أفرق امرأة عن زوجها، سواء كان هي جت طلبات أو أنا جاني أهلها أو ما أعرف إيش، ليس لي الحق في ذلك. ليش؟ من الحق؟ الحق الزوج هو 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 هو, هو الذي يملك الحق، هو الذي يطلق. في حال كان الزوج مفقود، في حال مفقود او في حال انه تعذر، هذا ترفع دعوة الى الحاكم الشرعي، الى المرجعية الدينية. هو هذا اللي قاعد يصير ثم بالمحكمة. بعد ذلك لا يعني شو يا شيخ، ترى انا اللي جاي اشتغل بالمحكمة، المفقود اولا نشتغل سنتين، المفقود سنتين حجة حجر وقيمومة، من بعد سنتين للمرأة المفقود عنها زوجها، من بعد سنتين من الحجر والقيمومة ونشر في الجريدة الرسمية ومخاطبات ودائرة الإقامة للتأكد، يعني 10 كتب تجي بها الإجابات، كلها هاي 10 كتب تثبت إنه هذا الشخص مفقود، يرجع القاضي قعدها سنتين. هذا سياق ثابت زينة؟ سياق ثابت. بعدين ما يستثنى ضمن هذه الحالة أو هاي لا لا يستثنى بعدين يسوي دعوة إثبات وفاة، إثبات الوفاة وشنو
إذا كان الزوج فقد في مكان يغلب عليه الهلاك في مكان، وهذا فد شيء يعني مستند شرعي وراح ياخذ رأي وراح يعني انتم ليش خليني اسمع انت ليش رحتي لهاي الزاويه اللي هي زاويه انه مفقود حتى ما يكون الموضوع انت زين اذا مسافر دكتور. من اللي يطلقها وقت دكتور عباس ليش يطلقها الشيخ حيدر ما يطلق القاضي ما يطلق اذا مسافر زوجته لو تسمحوا لي دكتور اجدد التحيه بك مره ثانيه دكتور عباس مسيرة القانون تعديل القانون ما بين المدونة الآن وما بين يعني التعديلات التي سوف تجري على القانون من بانتظار من الآن يعني هل ذهبت المدونة الآن لأصحاب الشأن الوقفين السني والشيعي بانتظار ماذا هل سيتبنى البرلمان يعني يصر على المضي لإطار تنسيقي مؤخرا يعني تقريبا بالإجماع أنه ذهبوا باتجاه أنه لا يجب أن يعدل يعني بغض النظر عن كل الأصوات التي ترفض هذا التعديل تحديثات هذا القانون هذا التعديل عفوا وصولا إلى المدونة الآن اللي حكينا بها تحت الهواء أنا وحضرتك يعني تحية طيبة لكم مجددا وللأخوة الحضور والسادة المشاهدين الأكارم ونتمنى أن يكون الحوار بصوت هادئ حتى نستفيد أكثر والمشاهد يستفيد أكثر من موضوع النقاش. عادة هنالك في القضاء أو في القانون شكلية وموضوعية، إذا تنظر إلى الشكلية أولاً مقبولة ثم تنظر إلى الموضوعية. مثلاً الآن اليوم قاضي محكمة التمييز إذا تجاوز الطعن أكثر من المدة المحددة ما أنظر موضوعاً أردها شكلاً. الآن القانون خلينا ننظر من الناحية الشكلية هل هو له مشروعية قانونية؟ نجي للدستور المادة الثانية. نحن نتحدث عن القانون بحد ذاته مو كتعديل. نعم خلينا أنطي أول شيء الإجازة الشرعية للتعديل لأن يعني الضغط جاي يصير حول الدستور قبل القانون. الإجازة الشرعية أولاً الإسلام دين الدولة الرسمي. ويعتبر الإسلام مصدر من مصادر التشريع الأساسية. اثنين، ثوابت لا يجوز تشريع قانون يتعارض مع ثوابت الشريعة الإسلامية على الرغم أنه المحكمة الاتحادية صدرت قرار حددت به ثوابت اللي هي الصوم والصلوات الخمسة والممنوعات من الزواج والأمور هذه الفقهية. إضافة إلى ذلك المادة 41 العراقيون أحرار بالالتزام بأحوالهم الشخصية كل حسب مذهبه ودينه ومعتقده واختياره. وأيضا المادة 46 من الدستور العراقي أشارت لا يمكن تقييد الحقوق والحريات إلا بقانون ولا يمكن تقييد جوهر الحقوق والحريات الواردة في الدستور. إذن هسه شرعية موجودة حقوق وحريات وشريعة وإسلام. نجي إلى القانون الحالي المعمول به رقم 188 سنة 1959 أجاز للقاضي في حال لم يجد نصا المادة الثانية الفقرة الأولى لم يجد نصا في قانون الأحوال الشخصية الذهاب إلى الشريعة الإسلامية. يعني إذن طرح الموضوع بالذهاب إلى الشريعة الإسلامية مقبول قضائيا ودستوريا وقانونيا. أجاوب على سؤال حضرتك إنه القانون ما هو موقفه حالياً. قبل أسبوع بالتعديل الأول وبسبب الضجة اللي صارت على أساس إنه يقر القانون ومن ثم تذهب المدونة إلى المذهب السني والشيعي لكتابة ومع مجلس الدولة الاستشاري. الآن يعني بعد القراءة الأولى الأمس أصبح الرأي يختلف إنه راح تكتب المدونة من الآن ومن ثم تعرض على مجلس النواب ومن ثم يصوت عليها. فهذا حل النزاع. يعني بدون ذهابها الى لا مجلس الدوله طبعا الوقف الشيعي والوقف السني هي راح تكون من جزئين الاول للشيعي والثاني للوقف السني مع مجلس الدوله على اعتبار انه حسب قانون مجلس الدوله لهم راي استشاري بعدها ترفع الى مجلس النواب. مجلس النواب هنا بعد هو راح يقرا القانون يبين التسع سنوات هل هي حقيقه ام ابتدعت انه الزواج بتسع سنوات البنت تحرم من الارث هل هي حقيقه ام هو الاساس اللي طرح الفكرة أنه المدونة تذهب إلى مجلس النواب للوقوف على حقيقة تسع سنوات أولاً والوقوف على مسألة الإرث. يعني بعد ما تعرض وتنشر في وسائل التواصل الاجتماعي اللي كانوا يوصفون أنه الزواج بتسع سنوات راح يقتنعون أنه الزواج مو بتسع سنوات. لأن اللي سمعته أنا من أحد النواب واللي هم اللي رفعوا مقترح القانون وسمعته من مشايخ وفضلاء الحوزة وغيرهم انه البلوغ بالتسعة والرشد فوق التسعة قد يكون ب 15 ل 16 ل 17. وبتعرف البيئة الجسمانية تختلف من مدينة الى اخرى. مثلا في العراق تختلف عن شرق اسيا في بغداد تختلف عن المناطق الشمالية. وبالتالي حتى اليوم اللي يتزوج بعمر 15 سنة بحجة ضرورة قصوى تعرض على الفحص الطبي. الطبيعة البيولوجية للبنية الجسمية قابلة للزواج من عدمه. فما ممكن انه تشريع قانون يمثل حياة نسل كامل وعشيرة كاملة وقبيلة كاملة يشرع بشكل عبثي وبشكل فوضوي. لا بالتأكيد. طيب.
ولكن ليش ما حد وقف على هذه الحقيقة؟ بسبب الضجة الإعلامية، بسبب المؤتمرات، بسبب القنوات الفضائية، بسبب الناس اللي تروج بشكل يعني مو مختصين. يعني أنا أعرف فنانين بدأوا يروجون إلى الموضوع ويطلع بالتلفزيون ويشعر وأنت فنان من تجي تنتقده كفنان يقول لك مو اختصاصك تنتقدني، بس هو يدخل بمسائل شرعية ومسائل قانونية حرجة، هنا لازم تبيح للحقيقة. أنا بس أريد أعرف من واضح الفكرة. نعم. دكتور عباس، بس أريد أعرف يعني ما هي الصدام. الشيخ ما جاوبني طبعا، سألته وراح أرجع الموضوع لحضرتك. قضية الصدام الفقهي القانوني شلون جاوبتك؟ لا انا طرحت لك مثال من الامثله. هو من طرحت لك هذا المثال اللي لما يصير اكو تعارض مع الشريعه، ومن هذا النموذج اللي طرحته، هذا واحده من الاسباب والموجبات التي ندعو فيها الى التعديل، لانه اكو مخالفات شرعيه بالموضوع. هذا اللي نقول احنا. طيب ما اعرف انا شنو المخالفه الشرعيه باللي المثال اللي طرحته. المخالفه نحن لا نعتقد أن للقاضي ولاية شرعية. أنا ما أريد أوقف على هالنقطة فقط، يعني هاي مثلاً مثال. طيب في حال فقد الزوج تبقى الزوجة؟ لا، مو في حال فقد. أكو يعني هناك إجراءات شرعية ممكن أن تتم ويؤخذ فيها، وممكن أن يتم فيها الفراق. أنا ما أريد أتوقف عند هاي النقطة. ممكن. سيد زينب. طبعاً أنا ممكن. أنت ذكرتي مثال الأوضح، ولعله هو هذا اللي يعني الواضح كلش واللي ما في مشكلة. لكنه انا ضربت لك المثال، اتصل بي قبل يمكن قبل يومين ثلاثه رساله. طيب. لقيت على اليوتيوب عندي، قال لي شيخنا اني زوجتي رفعت علي دعوه لاني تزوجت عليها، سمعت بالموضوع رفعت علي دعوه، والقاضي اجبرني امام الضغط، امام الكذا، امام الوضع هذا، اضطريت ان اطلقها. ولكن من تسالني انا بداخلي مكره على هذا، أنا مكره على الطلاق. الطلاق الأولى أو الثانية؟ لا هاي الثانية، الأولى اللي هي رافعة الدعوة. طبعاً المادة 40 زواج الثانية. فيقول أنا بالنتيجة أنا شعرت بأنه ضغط علي يسار، وأنا ما قابل بالطلاق، لكنه ضغط علي فاضطريت إلى أن أطلقها. هذا الطلاق مع الإكراه جائز؟ ماضٍ لو مو ماضٍ، يقع أم لا يقع؟ قلت له لا، واحدة من شروط الطلاق أن لا يقع فيه الإكراه. فهذا بما أنه صار في إكراه فلا طلاق مع الإكراه. زين، هذا قانوناً هاي المرأة هل تعتبر نفسها مطلقة أم غير مطلقة؟ قانوناً هل هو كان صادق؟ هل يوجد هيك شيء قانوناً؟ قانوناً ما يوجد. القاضي ما يجبر في حال زواج، ما يجبر الزوج على تطليق زوجته. بعض الأمور أنا ما أريد ولا يجبر بالمذهبين، ما يجبر بالمذهبين، ما يجبر. تمام. لا، بالمادة 40 قانون الأحوال الشخصية الفقرة 5 اللي هي وضعت المرأة بموضع المخبر. زين. اللي هو إذا تزوج الزوج بزوجة ثانية دون عقد محكمة، من حقه أن تطلب التفريق. أوكي. وإذا تزوج بإذن المحكمة من حقها تطلب التفريق. واحد، خلي كل النسوان يطلبن تفريق، بس هل القاضي يفرق؟ لا، مو هي رافعة. حتى لو هي رافعة. ووجد الأسباب يفرق. الناس واضح. دكتور أنا ما أوقف عند هاي النقطة، يعني الفقر وين؟ الفقر وين؟ الفقر وين؟ لكن إذا هو متزوج بإذن المحكمة ما له حق تفرق. إذن هو الموضوع لمصلحة المحكمة فقط. السؤال هنا المادة 10 اللي هي صارت صاحبة المشكلة بالموضوع. المادة 10 الفقرة 5 تقول، كنت قرأت لك إياها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر. على تعدد الزوجات غير؟ تعدد الزوجات. زين، هاي ما بيها مخالفة شرعية بالموضوع؟ إيه؟ ما بيها مخالفة شرعية؟ أنا ماني دخل لي الموضوع سجال، هي راح تحتفظ بالرد، لكن أنا عندي سؤال. أنا أسأل، هل هناك مخالفة شرعية في قانون يمنع الزوج أن يتزوج وفق شريعته؟ تقول وفق شريعته، أنا ما لي علاقة به، شريعته تقول من حقه أن يتزوج 2 مو 4. 4 3. وايضا هذه جدليه بيها. لا لا لا، مو شغلك هذا، مو شغلك هذا. أحسنت. شغل المفسر. احسنت، مو شغلي، شغل المفسر مو شغلك هذا. لعد ليش بالقانون احنا مجوزين القتل بدافع الشرف وهي بالقران ما موجوده؟ حسان، هذا ما له علاقه بها. لا لا عيني، لا لا احنا لو نطبق القران كله يا شيخنا، لو لن نقول رجاء لا تروحين على ماده ما لها علاقه بالسؤال. ما اريد يصير، ما اريد يصير سجال. ارجوك شيخنا خليني اروح بالاسئله. يعني مشروع القانون لا يلغي الجماعه المدافعين او المتبنين لهذه القصه. نعم. مشروع القانون لا يلغي القانون النافذ، بل انه ينظم امور تتعلق بالاحوال الخاصه لكل مذهب ودين. هو اولا لا يلغي القانون النافذ. أوكي. ويرتب وينظم الاحوال الخاصه بكل مذهب ودين. زين. المأخذ وين؟
أنا أريد إجابة واضحة من السبب من وجوده شنو إذا لا يلغي القانون القديم ولا ينظم يعني ينظم ليش القانون القديم مش بيه مثلا مخربط يعني هو ينظمه بالعكس إحنا عندنا قانون رصين وصار المجتمع بني على أساس هذا القانون المجتمع صار عنده إتيكيت ثابت صار عنده أوتيتيود ثابت قاعد يمشي عليه زين في حال أنا أجي أشرع قانونيا قانونيا لموضوع واحد في مجتمع واحد خو من باب أولى أكو قوانين مطروحة على الرف صار لها سنين يعني مو من قبيل من مثل من مثل قانون النفط والغاز مثل قانون سلم الرواتب مثل قانون التعليم قانون الجنسية إحنا من فضل الله شو جوازنا آخر جواز بالعالم من فضل الله تعليمنا يطلع خارج التصنيف يعني والنائبات بس اسمح لي عفو دكتور أنا راح أعطيك وقت راح أعطيك وقت وحدة موضوع راح أعطيك وقت نروح على قضايا سياسية خلينا بالقانون القانون أنا ما راح لا لا هي هي هذا قاعد يشرع بدوافع سياسية وهسه جايتك وهذا رأيي أنا أقول إذا راح أصوب سؤال آخر أصوب لك سؤال آخر هل هو الحاجة اليوم هل هي حاجة قانونية أم سياسية أم اجتماعية لا. إحنا عندنا بعد اجتماعي بالموضوع حتى الذين يصرون على إمضاء هذا التعديل في بعد اجتماعي ممكن يصرون عليه احنا محتاجين اجتماعيا هذا السؤال ما محتاجين اجتماعيا ولا محتاجين نفسيا ولا محتاجي ومجتمعنا قاعد يمشي مشية ساعة على هذا القانون والحقوق محفوظة قد تكون هنالك انه احنا بحاجة الى رتوش بسيطة اضافات بسيطة في موضوع المشاهدة والاصطحاب لان انا ما اليوم انا ما اريد اظلم نفسي انا باكر وراي حساب انا ما اريد اظلم نفسي واقول لك انه الاب لا يروح يشاهد ساعة لا انا واحدة من الناس ضد انه الاب يشاهد ساعة انطل الاب اصطحاب خلي الاب ياخذ اولاده يباتون يمه يوم يومين يعني شنو اللي راح يصير اذا باتوا الاولاد يم ابوهم هاي المواضيع كلها راح تنغلق اما إثارة مشاريع التعديل في هكذا اوقات بالذات ودائما ملاحظين انه المواضيع هاي تثار بنصف السنة الرابعة الأخيرة قبل نهاية الدورة البرلمانية هذه لعبة لإشغال الرأي العام وللأسف إحنا الآن أنا بديت أشعر لعبة لإشغال الرأي العام لإشغال الرأي العام تعرفين هم ايش يقولون المؤيدين للقانون يقولون لا المعترضين هم اشغلوا الرأي العام بما يكفي ملأوا الدنيا صياح بعض المتبنين لهذا القانون هم ناس مو اصحاب اختصاص يعني انا اليوم لما يجي بس اسمح لي لما يجي الشيخ المحترم يتبنى هذا الموضوع يعني انا طبعا راح اسمع منه لانه رجل دين لانه رجل اختصاص فمن راح يحكي الشيخ راح اقول له لا تعال قل لي هاي شنو اساله على مود افهم من عنده رجل أقدر أناقشك؟ مستحيل رجل صاحب اختصاص بس لما يتبنون القانون مجموعة اسمح لي مجموعة لهم بدين لهم تحكي ويا يقول لك والله يعني أنا أقول لك واحد من الناس اللي التقيت بهم قال إحنا نريد نأدب النسوان زين بالله عليك أنا جاي أشرع قانون حتى أدب النسوان مو صحيح ومو صاحب اختصاص زين فد صفحات وهمية وفد تسقيط بالمرأة العراقية هل هذا جائز وصحيح؟ مو صحيح إحنا اليوم يجي الشيخ المحترم يقول إنه أنا أريد أشرع هذا القانون لأن أنا أشوف المجتمع بحاجة من ناحية فقهية أنا كزينب حتى لو كانت قانونية ما راح أقدر أقول له لا راح أقول له كلامك صحيح واضح ذات السؤال أذهب بي دكتور عباس دكتور أكو حاجة اجتماعية مجتمعية ملحة اليوم لإقرار هكذا قوانين تبدو للكثير من المتابعين مراقبين حتى الجمهور على مستوى الجمهور ومستوى النخب يعني أخذت من الجدل الكثير مثل ما قدمنا يعني أكو حاجة اجتماعية أم أنها حاجة سياسية بدافع حاجة ممكن مسوق قانوني لكن دوافع سياسية بحت قانون الحالي هو لسنة 1959 فلنفرض أنه الآن إحنا في سنة 1959 وعرضت ثلاثة قوانين القانون الحالي والمذهب الجعفري والمذهب الحنفي الشعب وين يروح؟ القانون الحالي ما راح يروح على القانون الحالي راح يروح على مذهب الجعفري لان يسمع انه مذهب جعفر وذاك يسمع مذهب حنفي والشعب وصاير مذهب جعفر ومذهب حنفي ما يروح على القانون اللي هو مختلط ما بين المدني وما بين الجعفري مساله الترويج في السنه الرابعه الاخيره بعد نصف السنه هذا اخو المفروض يكون القانون ايجابي يعني اليوم انا مثلا كنائب
اطرح قانون صحيح حتى اكسب الاصوات. مو هسه القانون قلب على اذا هو كان يعني نيته جذب الاصوات صار السلبيه عليه، وهو يعرف انه راح يصير سلبيه عليه، فليش يطرح بهذا هذا السلبيه؟ انقلبت عليه عكسيا الموضوع، لا فائده سياسيه من قدام الجدال. هو انا اليوم من اريد اكسب اصوات اطرح فشي يكون الشعب راضي عليه حتى اذا هو مضر. لا اكو يعني اكو اكو ما كانت اكو مجموعه اكو اكو جمهور واسع الان راضي على الموضوع بصراحه طبعا. بس اي طبعا بس جمهور هذه الاحزاب راضي. بس مع ذلك راضي. مع ذلك الصبغه العامه اصبحت الرفض لسببين، سبب سبب الزواج القاصرات وسبب الارث. لا 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 سوق لها على ان الزواج بتسع سنوات راح تجاوبك طبعا تمضي باجابتك. لا لا اكيد نقاش وبالتالي لا لا بالتاكيد دكتور بالتاكيد موضوع الارث وموضوع زواج القاصرات هذا هذا الجدال الكبير اللي صارت. موضوع الحضانه هو بالبدايه كان اساس الموضوع انه الحضانه انه تعرف الطفل بعمر الخمس سنوات الى 15 سنه هو يبدا ياخذ مسار اما ايجابي او سلبي. ما تقدر تخلي بين الايجابي والسلبي. انت بعمر خمس سنوات عايفه عند امه وهسه ما بيها شيء من حقها، ولكن اغلب الامهات والعوائل يدون يغذون الطفل باشياء سلبيه تجاه الاب، وبالتالي الاب بعد بلوغه ال 18 هاي نجزم بها يعني موجوده نجزم بها يعني لا موجوده بس مو على يعني انا شايفها بكثير من العوائل. لا انا هم شايفها بس ما نقدر نجزم احنا ما نقدر يعني نعمم بها يعني تتعمم على مجتمع كامل. لا لا الاضافه الى ذلك الدكتور عباس مساله الزواج بالعفو البنت تصطح بامها الى بيت الزوج وهذا الشخص الغريب وعنده اولاد هو فيها الاصل من متزوجها هذا ايضا مشكله. يعني بنيه 15 سنه عمر زواج وماخذ البيت الغريب وعنده اولاد هذا شلون تعالجها بهذه المشكله؟ منو يعني انا قبل يوم قرات منشور انه لاحد الاشخاص يقول انا عمري 25 سنه ولحد الان احتاج الى حنان الام، بس هو ما صاير اب وفاقد ابنه حتى يشعر بهذه المسؤوليه. يعني نظر من جانب واحد زين، فاللي يريد يحقق من الموضوع ينظر من جيد ما بي جوانب اربعه خمسه سته ينظر من كل الجانب حتى تكون مساله. اتذكر انا في وقتها الدكتور المشرف كان على رساله الماجستير كان موضوع حول مجلس النواب، وتعرف كان الشارع يريد مجلس الكل ضد مجلس النواب فترة من الفترات الكل ضد الحكومة. فهو لزمني قال لي أنت أدري بيك مندفع وتتكلم على السلبيات الموجودة، قال لي لا كون أنت نائب واكتب عن نفسك شوف الضغوطات اللي جات تمارس عليها شوف الوضع السياسي واضح. وبالتالي طلعت بنتيجة مرضية. واضح دكتور لازم واحد ينظر بال... فاصل قصير نعود بعده لتكملة ما تبقى من مشوار صالون زاغروس لهذه الليلة مع ضيوفي الأكارم وموضوع حلقة موضوع الحلقة تعديل قانون الأحوال الشخصية. متفضلين كالمحتاد القومة. حياكم الله مجددا أحبتي، عود على بدء وصالون زاغروس لهذه الليلة. أكو شيء ممكن نضيفه حتى أنتقل للشيخ الدكتور اللي تفضل بيه الدكتور؟ اي ردا على ما تفضل اي بيه. انه احنا من بدايه الرفض ما كانت على مشروع التعديل الحالي لا كان على المشروع القبل اللي هو مشروع تعديل الماده 57، وبدينا بالرفض وصارت جدليات الرفض وبدت الصدامات تصير لما احنا رفضنا المشروع. احنا من بعد ما بدت الحمله وحمله التعديل وال57 احنا ما كان عندنا مشروع ولا كنا نعرف شنو يعني ايش راح يعدلون وشنو، إلى أن استحصلنا على الورقة اللي كانت مطروحة. لما قرينا الورقة لقيناها عبارة عن مشروع هزيل مليان أصلا عورات قانونية، يعني لدرجة أنه وحدة منهن في حال تطلقت الزوجة من زوجها إذا أرادت الاحتفاظ بالطفل لازم تتزوج واحد ما يكون أجنبي عن الطفل، يعني تتزوج مثلا عم الطفل أو واو هذا شيء مستحيل يصير، مستحيل يصير في مجتمعنا، يعني طلق الرجل وتزوج اخوه مستحيل. فمن هنا بدا الرفض وبعدين بدا المشروع الثاني وظلينا مستمرين. المدافعين عن القانون وعن التعديل يقولون حججكم ضعيفه بازاء ما تطرحونه من اسباب موجبه للرفض. كل الاسباب اللي انتم يعني الان استشكلتوا واعتبرتوها مآخذ على هذا التعديل هم يردون عليه، يردون على قضية التعديل سلب حق الحضانة من الأم، قضية التعديل أنه هو سمح بزواج القاصرات يتسبب بإثارة النعرات الطائفية وما إلى ذلك. كل هذه الحجج أصلاً إحنا ردينا عليها، هؤلاء هم شنو ردك؟ ردي أنه أنا كقانونية فعلاً هم أقنعوكم، أقنعوا الرأي العام الآن بالرد وحجتهم أقوى من حجتكم بالرفض لا 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 يعني؟ لا، البعض من مدعي
البعض من مدعي انهم اصحاب حمله واصحاب مشروع تعديل هم يقع عليهم ذنب انه ظللوا المجتمع وظللوا الراي العام لما يجي ويقول والله انا بالماده 57 سويت الحضانه مشتركه، لما جينا احنا طلعنا على القانون ما توجد اي حضانه مشتركه، اذا هذا تضليل وكذب لو مو تضليل. ثانيا قلت لك هم مو ناس اصحاب اختصاص ولا فقهاء ولا قانونيين، اللي كانوا متصدرين المشهد لا فقهاء ولا قانونيين، فطبعا انا اردهم وردي يكون قاسي عليهم. دول اللي تبنوا القضيه اللي تبنوا لا فقيه لا فقيه دستوري دستوريا ولا لا فقيه ولا فقيه ديني ولا فقيه شرع ولا قانوني ولا رجل قانوني. زين انت او يجيني يعني تجي وحده مثلا مخلصه سادس ابتدائي وتجي تسولف لي وسافره وتقول لي الفقه وايش جابك انت على الفقه، ايش سولف لك بالقانون، منو ضحك عليك، منو جابك وخلاك. يعني انا وصلت مرحله قلت لهم اكو ريسز مال خيول، الفارش جابها بريسز خيول، الفارش جابها بنص ريسز مال خيل. اليوم انا المعركه بيني وبين الشيخ، الشيخ رجل قانون ورجل فقه رجل دين، واني مره قانون، هسه اريد اتعارك ويا الشيخ خلي يصير بيناتنا مصادم ومالخ. خب احنا هو رجل صاحب دليل وانا صاحب الدليل، بس لما تجي ام سادس ابتدائي لو تجي وحده عجوزه قاعده على بث مباشر تزرق بنصنا، هاي شنو موقعها؟ هذا اللي صار تضليل. نفس الحجه يقولون اليوم فعلا هو مو مساحتهم حتى يجون ولا اشتغالاتهم حتى يجون يرفضوه، لان هذا هو هم خريجه سادس وتطلع مثلاً. اليوم اللي رفضه يا أما قانوني يا أما رفضته أم متضررة، لأن الهجمة صارت على أم. فأني ما أقدر أنا يعني اليوم أجي أقول للأم أنت ليش متضررة أنت ما تصير تحجين، أو أجي أب متضرر أقول له والله يا أبا يا شيخ أنت رجال حتى لو ما دام أنت مختصاص ليش تجي الطالب بمشاهدة، ما يصير. فالموضوع صار بيه تضليل. قلت لك من ضمنها من بدت حملة السبعة وخمسين قالوا إنه حضانة مشتركة، إجي أنا عمي هذا المشروع يا أبا ماكو حضانة مشتركة. ثبت لا ماكو حضانة مشتركة. يثبت الرجل يعرف الآية المرجع الفلاني أصدر فتوى والفتوى قادمة والبشائر قادمة. نكتب إحنا ناس قانونيين، أنا بالنسبة لي أمشي على محررات، أنا أقعد على المكتب يجوني روحوا خاطبوا، خاطبنا مكتب المرجعية عن طريق البراني، اجتنا الاجابات، اجابات محدده. اي مرجع خاطبته؟ خاطبنا المرجع الاعلى مكتب سيد علي السيستاني. ايش الاجابه جاتكم؟ الاجابه اجت كان الخلاف على المراه الناشز. ولان من ضمن لا ايش عجب انتم ما استفتيتوا، قدمتوا استفتاء باسم هذا الحراك كله؟ لا اجى الثوابت انه يابا اكو قانون جدا خلافي مختلف عليه جدا. ما اجت الاجابه بي مختصره. شو تقول؟ احنا كانت على المراه الناشز، قال لا تسقط الحضانه عن الناشز. احنا كانت وبالقانون هي ما تسقط الحضانه عن شيخنا. الناشز شيخ حيدر ماكو مشكله إيه؟ لا مو مثبت خلاف الرأي المرجع اعتقد لو لا ما يبسوه هم المشروع اللي طرحوه جماعه التعديل قالوا تسقط الحضانه عن الناشز، هي بينما رد المكتب قال لا تسقط. لا عفوا هسه انت رحت على جزئيه، هي اساس الموضوع. مو هي هاي الجزئيات تكمل الكليات يا بالاضافه الى انه اصل الموضوع هو اكو تضليل وتعميه. اصل الموضوع هل هناك فرق ما بين الحضانة شرعا وما هو مطروح في القانون النافذ لو لا؟ لا واضح الخلاف، واضح بشكل واضح جدا. هناك ينطي الحق والحرية وينطي المجال الأوسع للمرأة، لكن هنا في الدائرة الشرعية لا يعني هواي اكو اقتطاعات بالموضوع راح يصير، يعني سواء كان بالنسبة للذكر وحتى بالنسبة للأنثى راح هواي تصير المسألة تختلف. طيب فبالنتيجة ما طرح دكتور عباس من قال لك أنه يعني هذا يتربى 15 سنة عند الأم، ثم بعد ذلك تجي أنت تحدد له أو لما يوصل 18 سنة وتقول له يا أبا تعال قل لي أنه أنت ويا تريد تبقى ويا أمك لو تبقى ويا أبوك، هو تلقائيا يعني هو ما شايف أبوه يشوفه بالشهر مرة وما يعرف عنه شيء، ويجوز ابوه هم يمله بعد ما يشوفه لانه القضيه هم بها بعض العورات اللي الاخت تقول عليها، يروح يشاهده مدري وين بالجملون بالمدري كذا، فيجوز حتى الاب بعد ما يشوفه، زين هذا وين بعد يعني بالنتيجه شلون راح الابن يميل لابوه؟ يعني انت ما انطيت المساحه الكافيه ان يختار، انت حطيته بزاويه 100% باتجاه الام وتقول له تعال اختار في يوم من الايام ابوك، من الصعب جدا. ثم بعد ذلك احنا خلينا ننظر الى القضيه الاجتماعيه، هذا الولد من يطلع بالشارع اجتماعيا ابن ابوه لو ابن امه؟ ابن امه وابوه لا اجتماعيا ابن ابوه.
يعني هسه اليوم من يروحون لا سامح الله سواله حادث قتل له واحد، امه تروح تهد، خواله يروحون يهدون، من تصير مشكله عشائريه. واحنا قضيه اجتماعيه، ده احنا ننظر لقضيه اجتماعيه. إحنا اذا قضيه اجتماعيه حتى نحور مسار الحديث بقضيه اجتماعيه واجاوبك بها اجتماعيه. لا 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 لا. اما اذا لا تقول لي قانونيه، خلينا احنا ضمن السياق القانوني. لا ستي، موضوع الحضانه، انت جاوبيني، انت جاوبيني. انا بهذا الموضوع منحازه بيه للرجل، انت جاوبيني. هل هناك فرق واختلاف ما بين الشريعه الاسلاميه، وحتى لا نعمم بالدائره كل الشريعه الاسلاميه، لان انا سمعت حضرتك تقولين المذهب، وحده من اللقاءات تقولين ان هذا اعتمدوا على المذهب الظاهري، طبعا لا يوجد شيء اسمه المذهب الظاهري. لا موجود. بس اسمحي لي يعني هسه احنا مو جايك من شو اسمه يعني. لا يوجد شيء اسمه المذهب الظاهري، بل يوجد شيء اسمه الفقه الظاهري. اليوم اذا تطلع بالشارع اسالك واحد قول له انت من الظواهر؟ شنو ذول الظواهر؟ من هم ذولي؟ بس قول الواحد انت حنفي يقول لك انا حنفي. شافعي. المذهب الحنفي لا هو نفسه الفقه الحنفي. لا ده اسمحي لي يا عيني، لا يوجد أتباع لأصحاب المذهب الظاهري على أرض الواقع، وإنما هناك فقيه اسمه ابن حزم الأندلسي، وهو اعتمد فقه دائما على الظاهر، وكانت فتاواه مخالفة للكثير من علماء المسلمين، ولذلك هو حتى حيد. فإذا الأخت تقول بأنه اعتمدوا على فقيه، هذا الفقيه لا يعرف لا عند الشيعة ولا عند السنة. طيب. ولا عند أتباع على أرض الواقع. سؤال لك دكتور، ليش حتى ما نروح في دوامة الجزئيات كثيرة، أعتمد على فقيه ليس له وجود وليس له أتباع، وأجي أخلي الناس اللي ما لهم علاقة يتبعون هذا الرجال؟ وشنو المطلوب هذا؟ شيخ حيدر، قانون خلافي بهذا المستوى ألا يمكن أو أليس من المفروض أن يذهب باتجاه المرجعيات الدينية حتى تبين رأيها الواضح، ومن ثم ينطلق المجتمع، وممكن أن نركن إلى هذا الرأي باعتبار أنه إحنا يعني لدينا تجارب سابقة. اليوم هذا خلاف اجتماعي، خلاف قانوني، خلاف سياسي داخل أروقة البرلمان، وحتى ما بين الكتل السياسية بشتى مشاربها، كردية، سنية، حتى شيعية وما إلى ذلك. حتى أجاوب جواب علمي. إيه؟ بس مو بالجزئيات رجاء. لا مو بالجزئيات. بشكل كلي على القانون. لا يا عيني. إيه؟ القانون يقول أصلاً البرلمان سوف لا يشرع قانون، ما إلى علاقة بالموضوع. الفقرة اللي هي من المادة الأولى اللي يوصل بها إلى أن يوصل الفقرة الثالثة، فقرة تاء، يمكن يلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية. هذا القانون إذا تمت المصادقة عليه ضمن قبة البرلمان يتحول وين؟ أسبي هذا التعديل اللي قال الدكتور، يتحول بعد إلى بالعكس زادت المسألة تعقيدا، راح يراجعون مرة أخرى كاملة، ودوا إلى الجهة القانونية. بس عفوا يعني بالبداية يصوتون عليه؟ لا ما راح يصوتون، راح يسود يعني يقبلون أنه يطرح هذا الموضوع ونحولونه. فإذا ما تمت المصادقة عليه يتحول إلى المجالس العلمية المختصة في ديوان الوقف الشيعي. راح تقول لي ليش ما يودونه للمرجعية؟ مو احنا نتعامل الان، هذا تشريع، هذا دوله، هذا حكومه، فيجب ان تكون هناك دوائر دوله مختصه. ما تودي للمرجعيه مو دائره دوله مختصه، حتى من تودي لها. وهذا كان الاشكال، واحد من الاشكالات اللي القانونيه، انه احنا حتى رئيس ديوان الوقف الشيعي من راد بعض الاحيان ينطي مثلا بعض الاموال للمؤسسه الدينيه، ما انطته ورقه، ما انطته يعني مستند خاص بها، ما قدر أن يواجه وزارة المالية، فرفض أن يقدم أي أموال بذلك، لأنه هي مو جهة رسمية. فتحولت المسألة قانونيا إلى جهة رسمية في الوقف الشيعي، وهذه الجهة الرسمية طبعا هم بلا شك معظمهم علماء، وإن لم يكونوا علماء فأكيد راح يروحون المدونة الوقف الشيعي. المدونة لا اسمح لي، مو راحة المدونة، ألقوا الكرة في ملعب المجلس. ايش راح يسوون ذولا جماعة المجلس؟ هذول راح يقعدون مجموعة هم غير خبراء، علماء هم ذولي. طيب. يقولون تعالوا خل نضع قانون يصلح للمذهب الشيعي ولا يتعارض مع الفقه. وفق أي رسالة لأي مرجع؟ وفق أي رسالة؟ بالإطار العام، ما له علاقة بالرسالة. ما له علاقة بالرسائل. مو حكينا هواي بجزئيات قبل شوي. ما أقول جزئية يا أخي، أكو بعض الأمور عامة عند كل الفقهاء. أكو سؤال، أنه أكو يعني صار خلاف ما بين زوج وزوجته، الزوجة تقلد المرجع سين، والزوج يقلد المرجع صاد،
اي وهذا القانون اتاح بعد طبعا بعد التصويت وبعد راح المدونه وبعد هاي التفاصيل كلها مر بها القانون واقر يعني أيه. اقر هذا التعديل على الصيغه اللي انتم تتمنوها ها أه؟ وصار خلاف تشظي بهذا الخلاف ما بين مرجع الزوجة ومرجع الزوج هنا ماكو مشكلة ماكو مشكلة يا عزيزي اولا هذا اشكالك راح يوصل الى هم ذول الاخوه اللي راح المجلس الشيعي اللي راح يحط هذا القانون وسوف يراعي تلك الجزئيه في ذلك شنو المشكله بيها هذا اولا شلون راعيها ثم هو يعني قصدي يعني اذا حدثت مشكله يعني الى الان الى الان الى الان احنا ما هم ما كاتبين شيء طبعا يعتمدون المذهب لا مو مرجع الزوج مرجع الزوج يرجعون لا هو حتى هاي البينيات الان ما بين مرجع واخر على مستوى المذهب الشيعي الواحد يعني حتى في الفقه الشيعي خليني اسمع راي دكتور عند مذهبين دكتور عند زوج وزوجه من مذهبين وين يرجعون؟ هم يرجعون الى مذهب الزوج الدكتور عباس نعم اي ذات السؤال للتوضيح اكثر انه الوقف الشيعي راح يعتمد على راي المرجع الاكثر تقليدا في العراق مثل المرجع الاعلى اجابه على سؤالك انه هل اذا كان الزوجين من مقلدين مختلفين طبعا ألف وباء أنا أسأل أيهما أشد وقعا أن تتبع مذهب يختلف فيه المراجع أم تتبع مذهب أصلا بعيد على مذهبك إحنا اليوم مثلا زين. المذهب الجعفري مثلا أنا على مرجع ألف وزوجتي على مرجع باء تمام واختلف وحدث لا سمح الله ما بينكم هذا الاختلاف هو بسيط طبعا بين المراجع زين. ممكن الحل الآن إحنا المذهب الجعفري جاي يتبع مذهب الحنفي وجاي يتبع المذهب القانون المدني يعني أصلا المذهب الجعفري أنت وزوجتك من المذهب الجعفري بس ما جاي يطبق عليك أحكام القانون الجعفري جاي يطبق عليك جزء جعفري وجزء مدني الجزء المدني شلون تعالج يعني انت من جاي تروح للمحكمه تعقد على مذهب الحنفي جعفري اوكي ومن تجي تطلق الجعفري العدل ليش يمشي عليك غير المذهب لا احكام الحضانه ما على المذهب الجعفري احكام النفقه مو على المذهب الجعفري زين بقيه الاحكام مدنيه اوكي فبالتالي هذا منو الاسهل العراق دوله مدنيه بس مو نظام الحكم نظام مدني الدوله الاسلاميه الدوله الرسميه اسمح لي لا دوله مدنيه لا دوله مدنيه ولا دولة الاسلام هو دين الدوله الرسمي الاسلام دين الدوله الرسمي الاسلام بس احنا دوله مدنيه نعم. يعني تحكمنا قوانين مدنيه واذا عرضت الشريعه واذا عرضت الشريعه اسمح لي مو اكو شريعه اكو شريعتين شيخ اكو شريعه اللي انا وانت نعرفها واكو شريعه مصالح لا هو القانون المدني اليوم القانون المدني يتعارض شريعة المصالح نظرية المؤامرة هاي عايشين بها جماعتنا أنا بالنسبة لي متحررة منها وعايشة حياتي وما شاء الله علي عين الله سألتك قبل شوية قلت لك هذا القانون اسمح لي قانون الحضانة أي. وأرجع مرة أخرى قانون الحضانة أي. اللي المطروح هو بالقانون النافذ هل يختلف مع الجو العام الفقه الشيعي أم لا يختلف أريد من عندك الجواب أنا راح أقول لك يعني لا جواب محدد بس لا لا انا اعطيك جواب يخرج جواب خرج جواب اي يختلف اي يختلف تمام ويختلف عن المذهب الحنفي ويختلف عن كل المذاهب لكنه مدني راعى حقوق الطرفين ميزان عدل انطق هل تعتقدين ان الله سبحانه وتعالى لم يراعي الحقوق راح تجاوب بس خلي تكمل الفكره مو تقول هذا راعي مو انا قلت لا بس تقول لم يراعي خلي تكمل الفكره وبعدين جاوب اعطيك مجال والله لا والله شيوخ انتم تفضلي جاي احاول اصلح العلاقه وياكم اعطوني مجال الموضوع وانا مستغرب بالمناسبه اي مستغرب والله مستغرب انا اليوم يا شيخنا الجليل الموضوع انه هو انطى للأم حق الحضانة لكن الولاية الجبرية بقت حسب الإسلام حسب الدين الإسلامي بقت للأب يعني أنا اليوم محتفظة بحضانة بنتي بس أنا ما أقدر أزوجها وهي تحت سن 18 إلا بعلم أبوها أنا اليوم محتفظة بحضانة ابني بس ما أقدر أسافر بي إلا أبوه يجي يطلع لي جواز ما أقدر أطلع انتقال من مكان إلى آخر بدون ما أشعر الزوج ما أقدر وتعتبر من مسقطات الحضانة أكو خلى شروط يعني هنا أنا من أقول لك ميزان مثل ما أنطى للمرأة يعني إيش يقولون هسه أكو جماعة بالتعديل لا والمادة المجحفة بحق الرجل يا عزيزي أنطى للمرأة لا أنطى للمرأة كيلو ذهب إيه بس أنت طاق طن بلاتين وسعر هذا مثل سعر هذا انا اخذت كيلو ذهب وانطيتك طن حديد مثل شنو مثلا هذا الطن انا اقول لك كيلو الذهب اللي اخذته اللي هي الحضانه انا احتفظت بحضانه اطفالي بس طن الحديد عندك وينه انه الولايه الجبريه لك
لك حق المشاهدة، لك حق الاصطحاب. شنو مثلا حق المشاهدة؟ هاي من الأمور ربع ساعة بالشهر. ماكو شيء اسمه ربع ساعة، ماكو شيء اسمه ربع ساعة. هاي راح أقول لك من ضمن شغلات التضليل مال جماعة التعديل. أنا إن شاء الله راح أشد حيلي وألف كتاب اسمه بلاوي التضليل في سوالف أهل التعديل. ان شاء الله راح اسوي هيك كتاب لحظه يقول الشيخ نفس شنو الاسالي نفس هاي ماكو قبل كان هاي الطريقه هيك يستخدمون يعني بها سجعيه شويه هو او اسوي لكم فنون التاويل في اساليب اهل التعديل حتى عناوينكم تجذب شيخنا شوفوا لا لازم يعني الموضوع قاعد يصير عليه مغالطات وللاسف الشديد للاسف بعض زملائنا المحامين قاعد يطلعون يكذبون وخلي يسمعوني والنقابه موجوده بالمنصور شارع النقابات روح اشتكوا علي والما عنده خرجيه انا انطي يكذبون قاعد يضللون الراي العام وشالوا خطيه مجتمع اليوم الرجل استاذ بالجامعه بس انت ما فتت بالمحكمه اكو اجراءات اداريه انت ما تعرفها مثل ما اني اكو شغلات حوزويه انت اني ما اعرفها هسه من تجي تسالني بشغله ما اعرف ومو عيب لان هذا مو اختصاصي أكيد. اليوم بعض الزملاء كذبوا على الاباء وضللوا المجتمع قالوا المش يطلع يلزم الكاميرا بس اللهم صل على النبي بس لزم التليفون يا جماعة شوفوا الأب المظلوم اليوم يشاهد بتشينكو لا أولا المشاهد اسمح لي نروح على الجزئية اسمح لي خلي أكمل يعني حتى لا نحكي على أولا المشاهدة هي 4 مرات بالشهر ومن 8 ل 12 أو من 8 ل 2 اللي هو 6 ساعات نفس هذا السؤال جاوب بس اسمح لي أنا عندي قرار تمييز اسمح لي من ضمنها إذا رادت تصير مشاهدة بالاتفاق وهواية قاعدة تصير مشاهدات بالاتفاق إنه الأم تسمح للأب يصطحب أطفاله يأخذهم وياه الأم جاي تمتنع من أن تمكن الأب من المشاهدة لأنه مشاكل بينها وبين طليقها لأنه العلاقة ما انتهت باحترام احنا ليش نجي عايفين اساس المشكله ورايحين احنا هسه تعرف بالمجتمع اني اشبههم مثل الفارس اللي ضاع من عند الحصان وبقى ماسك السرنج ويدور ما انت الحصان ضاع منك انت اركض على اساس الفكره اولا الطلاقات للاسف وحضرتك والاساتذه يعرفون ما تمت باحترام تمت بتخوين أكيد. تمت فهنا صح. طبعا وهذه مره تقول لك انا راح الزمه من اولادها شو يريد يسوي تهديد من ذاك الطرف أكو مشاهدات قاعد تصير بمنظمات وبأماكن مخصصة للمشاهدة واللي يجي ويقول لي يقول أنا أشاهد أولادي اسمح لي أشاهد أولادي قدام المجرمين سود الله وجهك يا كذاب المشاهدات يوم جمعة وسبت والمجرمين مشبوبين بالتوقيف والراحة ذكرتيني بالمنظمة مدونين كثر يعني الآن هم يناصرون قضية التعديل وبعدين بإجابة مختصرة حتى انتقل للدكتور عباس يتهمون المعترضين على القانون بالولاء بمنظمات أجنبية وسفارات تحرض على عدم التعديل وعدم المضي بإجراء هذا التعديل هل هذا صحيح؟ هذا غير أنتم صحيح الآن مدفوعين بالاتجاه لا إحنا كقانونيين والدكتور عباس يعرف والدكتور الشيخ يعرف إحنا كقانونيين نحذر من هذا التعديل ليش؟ لأنه هذا التعديل إذا حدث أنا قاعد أذكرك أنه دولة العراق العظيم فاتت بمعاهدات ومواثيق دولية واتفاقات دولية هذه في حال مررت هكذا قوانين ولاقت هذا الصدى وهذا الرفض الاجتماعي راح تخلي العراق في موقف محرج ما بالمجتمع الدولي واقعا يعني واقع دكتور إثارة مهمة أعتقدها هي أهم من نفس يعني المشكلة بل هل فعلا من ذلك وما صار لا صارت عندنا مشاكل اقتصادية ولا صارت عندنا مشاكل هل فعلا سوف الوضع خليني آخذ رأي دكتور عباس أي تفضل وبعدين راجع لك بسؤال مهم جدا دكتور عباس دكتور هل فعلا سوف ممكن أنه إذا ما يعني تم المضي بهذا التعديل سوف نذهب باتجاه انه بعض المنظمات الحقوقيه الدوليه نرجع الى هرميه القانون الدستور ثم القانون ويجب ان القانون لا يخالف الدستور بس راح تقول لي شنو الربط بين المنظمه الاتفاقيات الدوليه والقانون عندنا الاتفاقيات الدوليه العراق سكت عنها ونظمها احتسبها حاله حال القانون يعني هسه الاتفاقيه الدوليه اللي العراق يبرمها ترجع الى مجلس النواب يصوت عليها يصير شانها شان القانون يعني منو الاعلى منها هسه الدستور شو يقول العراقيين احرار في التزام احوالهم الشخصيه فاذا الاتفاقيه
وهذا كل دول العالم قبلت بهذا الموضوع، لان فرنسا واسبانيا انطت اعلويه للاتفاقيه على الدستور. احسنت. انا احنا مثل فرنسا لا، احنا الاتفاقيات تحكمنا، بس اليوم الدستور هو اعلى من الاتفاق. واضح. انا عندي جزئيه بسيطه، يعني حضرتك اللي هسه تقوله معناتها هسه المنظمات ما لها احنا تاثير في حل علينا طبعا. يا منظمات دوليه الدوليه لا 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 ما لها تاثير. سمعوني، المنظمات ما لها تاثير، وشهد شاهد من اهلها يعني جماعه التعديل كافي تضللون الراي العام. لا مو تاثير على السياسه الدوليه، لا 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 يقصد انه تاثير على السياسه على البلد اقتصاديا. انا مو احكي الاتهام الموجه لكم، الاتهام الموجه لكم مو للسلطه، لا المنظمات ما لها علاقه بالسلطه. انا مو مو انا يعني شوف يعني المنظمات ما لها علاقه بالرأي. زينب بس خلي اذا اني مو الشارع يقول، الشارع يقول، يقول المنظمات دعمتكم. اي انا اخذت من كلامك حتى نوضح، دعمتكم انه انتم روحوا باتجاه الرفض يعني بواسطتكم. زين. بس المنظمات الدوليه العراق اللي مداخل بها والاتفاقيات من تجي تحاجز الحكومه العراقيه راح يوقف عند الدستور، يقول لا ما لك حق. هل سوف تؤثر اقتصاديا سياسيا هذه المنظمات العالميه مو بالسوشيال ميديا؟ لا لا، هل سوف تؤثر على اقتصاديا على البلد طبعا. مثل ما سفيره احدى الدول صرحت بذلك يوم اللي شرعوا قانون البغاء وتجريم المثليه الجنسيه. تجريم المثليه مو هل اي لما صوت على هذا القانون، هل انه فعلا يعني اثرت؟ كانت تكون خطيه شركات عالميه واقفه على الباب على الحدود وتريد تدخل، فاليوم اللي صوتوا على القانون خطيه هم لما غمرهم راحوا يعني القانون ما صوت عليه، قانون المثليه ما صوت عليه. تعديل، تعديل قانون البغاء، تعديل هو التعديل، التعديل اللي ضافوا هاي مال المثليه. شيخ حيدر ما تصوت، يا ريت يتصوت عليه. شيخ حيدر، هل سوف يعالج هذا التعديل اذا ما ذهب باتجاه الامضاء نسب الطلاق العاليه ام ال 4000 حاله طلاق بالشهر؟ وانت يعني وانت وانت انا اذكرها امام يعني انت تقول اكثر المعترضات على هذا القانون هن من المطلقات اللي وياي بالبرامج واللي الان هم يحاججوني على السوشيال ميديا. يعني انا اتصور لا لا اتصور معظم واللي انا شفته هسه ما اتصوره، واللي شفته فعلا معظم اللي شنن حملات واللي انا طالع وياهن على الفضاء، يمكن بس هسه زينب همزين طلعت من الزوجه يعني اللي شفتهم كلهن اللي طالع وياهن يتعاملن مع القضيه قضيه شخصيه وليست قضيه قانونيه وحقوق واكو مشكله خلي نسمع من الطرف المقابل عنده اشكال لو ما عنده اشكال، عنده اعتراض شنو وجه اعتراضه، شنو وجه مشكلته. النتيجه مجرد صوت عالي. الجزء الثاني من السؤال، الجزء الثاني واضح الاجابه، احسنتم انه اكو صوت عالي الان دي يرفض القانون بغض النظر، واكثرهم من يعني من المستفيدين يعني من القانون القديم من ايه ممكن دخله الشخص بالعام يعني، لكن يعني هل سوف يحد هذا التعديل؟ الجزء الاخر من سؤالي، من نسب الطلاق العاليه اليوم اللي تحصل المدافعين عنه يقولون بذلك، يعني يقولون فعلا يعني هسه هذا طبعا 100% اخو ماكو جزما بالموضوع، يعني ماكو مقاربه مثلا؟ لا، لان هي القضيه ما متوقفه على هي، اكو قضايا اجتماعيه، اكو قضايا اقتصاديه، اكو قضايا اخلاقيه قد تتعلق بالموضوع. يعني انا مو والله اقول شرعنا هذا القانون اذا بالنتيجه ما راح يصير مشاكل، لانه بس اكو وحده من المشاكل اللي تصير على عجاله، لان عنده دقيقتين بعد، دقيقه للست ودقيقه للدكتور. لا بس وحده من المشاكل، واقول فد فقره ثانيه اي يعني وحده من المشاكل انه اللي يصير مثلا المراه ممكن تصير عندها شويه مشكله ويزوجها تطلع برا وتقيم دعوه عليها وبعدين هي تقعد عند اهلها. طبعا انا هاي حالات عندي هوايه يعني موجوده وانا شايفها، يبقى هو ما يريد يطلق على حفاظا على بناته حتى لا يصير بنات يعني امهن مطلقه وسمعتهم يعني هو يتصور هذا. فتبقى المراه لان تشوف القانون وياها فترى بانه اكو مساعد لها ان تقوم بهذا الفعل، لانه بالنتيجه هي راح تاخذ من عنده الفلوس حضانه وتاخذ من عنده وقتهم راح. بس اكو شغله واحده، اكو شغله واحده وجدا مهمه، هل ان هذا القانون النافذ الان هو قانون وطني لو قانون جزئي؟ سؤال هنا انتم شو تقولون، قانون وطني؟ قانون وطني وحلو ويجنن وخوش قانون ومن افضل القوانين بالعالم، ولا يثير نعرات طائفيه والكل واقفين امامك كاسنان ليس مشط. قانونا وطنيا. اما الدليل سنحكي بالدليل. الماده 2 تسري احكام هذا القانون على العراقيين الا من استثني منهم بقانون خاص. خلص يعني شنو يعني المسيحيين عندهم قانون خاص بهم والصابئة واليهود والكذا كلهم طبعا التشظيات قانونية موجودة. لا لا. يعني التشظيات موجودة يقول لك يعني. إذن هو مو قانون وطني. أما موضوع أنه التعديل هذا راح يحد من حالات الطلاق، طبعا التعديل إذا صار راح يوقف حالات الطلاق تماما. فعلا؟ طبعا، لأن ماكو زواج أصلا.
لأن منو اللي راح تتزوج على هاي الشروط؟ أنا واحدة من الناس، إذا يجي واحد يخطب بنتي على هذا القانون، تعال حبيبي اكتب لها بيت باسمها على المذهب اللي إحنا نريده، وقع لي الصك ويلا. أدري هي أم السادسة الابتدائي اللي تقول عليها تعرف هاي القوانين حتى تجي تعرف. لا تعرف. عندك القانون راح يبقى، القانون النافذ هو النافذ باقي. لا ما يبقى، هم يعني من يختلفون، مو هي هذا الفخ اللي جاي دا يوقعون بيه الناس زي. هذا الفخ إنه أوكي ما القانون النافذ هو راح موجود. يبقى موجود، إيه القانون النافذ موجود، وأنا عقدت البنتي على قانون 188، ومن تختلف أو يمت ما يريد الزوج يروح يقدم طلب حتى يسوي على القانون اللي هو يريده، ما سوينا شيء. إذن تمخض الجبل عن بعوضه وفسر الماء بعد الجهد بالماء. بالمائي. دكتور بالتأكيد هو يبقى موضوع خلافي إلى أن تأتي المدونة وتطرح على الرأي العام، وراح تكون جلسات وحوارات أكيد. ونقاشات وتصل إلى نتيجة ترضي الجميع. أول نتيجة ترضي الجميع أن القانون هو باقي هذا ولا يعدل، و عندما يرغب الزوج بتعديل على القانون زين المذهب زين الآخر زين هو أكيد هو لازم يأخذ موافقة الزوجة بهذا الأمر. شكرا دكتور عباس، شكرا جزيلا، شكرا مرتين احنا اليوم بضيافتكم يعني، والشكر الآخر انت مشرف وياي بالحلقة. شكرا جزيلا للقائمين على جامع وحسين يد الفقار، صورنا صالون زاغروس بها، شكرا جزيلا. شكرا موصول للست القانونية زينب جواد، شكرا جزيلا. شكرا موصول أيضا للباحث والأكاديمي الشيخ الدكتور حيدر الشمري. وأنتم أحبتي كالمحتاد، أستودعكم بحفظ الله ورعايته، دمتم سالمين طيبين، وإلى اللقاء.